اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من حلقات برنامجكم اخبار السوق. في الحلقه هذه غادي نتكلموا على الدجاج. الدجاج اللي هو واحد الاكله او واحد الطائر اللي كيكون عليه اقبال كبير في رمضان، لانه كيحضروا فيه بزاف ديال الشهيوات. اليوم غنحاولوا نعرفوا الثمن ديال الدجاج واش كاين عليه اقبال وما كاينش. اجيو معايا. كنبيع الدجاج، الثمن ديال الدجاج راك عارف الثمن ديالو عواشر، هادي ديما طالعه 18 درهم للكيلو في بلاصتو بلاصت الجمله. واش غادي نقول لك؟ انا ما كرهتش شكون دارت 1000 فرانك، على حسب الناس، الله يحسن العون، بنادم متقهر، واش فهمتيني ولا لا؟ اما بالنسبه للبيع والشراء راه ما عمر شي حاجه تكون غاليه على الشعب، راه تكون دايره حتى السميه غادي ياكلها. بنادم باغي ضروري، بنادم راه خاصو ياكل، خاصو يشبع، راه واش رمضان هذا كتعرف بنادم الشهيه ديالو مفتوحه اي حاجه، العين كتشهى بزاف الحوايج. راه كتجيب الدجاج راه كتبيعو كتذبحو كتنقيو كتعطيه للمواليه. انت راه عندك مجهود، انت عندك مجهود، راه ضروري عندك مجهود. لا السيد هذا دابا خدا جوج كيلو مسكين، خداها بثمن 20 درهم، يعني 40 درهم الطير. 40 درهم الطير، 40 درهم الطير بزاف على هذا السيد هذا، واش فهمتيني ولا لا؟ لا حنا كنجيبوه غالي بلاصتو، انا مخلصو اليوم 360 ريال. دونك فيها جوج دراهم، جوج دراهم واقف عليها وشا وشوف الحاله كي دايره، راه ماشي شي حاجه كثيره، جوج دراهم راه ماشي شي حاجه كثيره، ولكن كنحمد الله وكنشكرو. الدجاج غالي 20 درهم الكيلو، راه باينه 20 درهم، شكون راه ما عندناش الطبقه المتوسطه هنا، عندنا الطبقه اما عاليه ولا نازله الارض. اللحم ما كيشريوش الناس بعدا، يكون في علمكم اللحم ما كيشريوش الناس، حيت وصل 80 درهم ماشي من سبع المستحيلات باش يشري اللحم. اذا كيجي الدجاج باش كيرقعوا شويه كيدير طويجين باش كيقاد، هكذا يتصادفوا ثاني 20 درهم الكيلو، اللهم ان هذا بزاف. جوج كيلو 40 درهم، وكل عائله تبارك الله كيكون فيها سته سبعه الناس، اذا ما يمكنش غدير الناس مثلا ولا هذه ولا ابدا ترقع، ما يمكنش. كنا عولناو ثاني على ما بقيناش كناخذوا الدجاج، ولينا كناخذوا لاداند. لاداند وصل دابا 52 درهم الكيلو بالنسبه لهذوك الحي وهذا المذبوح. مثلا كتمشي بعض المراكز ما نقولوش السميات، يا غلا 52 درهم، وكاين 60 درهم، واش غنشريو؟ الحوت طالع السما، اوف هذاك ما حتى هو ما توصلوش 100، اقل حاجه 100 درهم الكيلو الحاجه. المواطن المغربي راه كاين، راك جلهم متقاعدين، تقاعد بعدا راه كينساو الناس على انهم متقاعدين، باقيين هازين عائلات وهازين وليدات، وجلهم لي كونترا افيك لي كونترا، يعني يلاه كيبدا ب 300 درهم، كي غيدير هذا مش ناقه وصافي، العذاب هذا. إذا المشاهدين الكرام كما تابعنا، فالدجاج الثمن ديالو طلع بزاف، وصل 22 درهم، ما بين 20 درهم و 22 درهم. نتمناو على أنه يكون واحد انخفاض في الأثمنة، لأن المواطن المغربي البسيط والفقير خاصة ما بقاش قادر على أنه يشري مجموعة من المنتجات بهذه الأثمنة هذه. هكذا بقى غير نقول لكم حلقتنا وصلت نهايتها، تبقاو على خير وصحة فطوركم.